السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، معكم أحمد من استثمر عقل. هذا الفيديو مهم جدا جدا جدا، ممكن أقسمه على أكثر من جزء لأنه بده تركيز. أوكي، أنا بتذكر أول ما تعلمت البرو والليكويديتي يعني شوي تعقدته في 600 حيط، ولكن هو مع الممارسة كل شيء بيوضح إن شاء الله. تمام، البرو ليكويديتي، أو خليه أبسط لك إياها في العربي، لك إياها بما معنى اتجاه السعر للسيولة أو تحرك السعر للسيولة أو على السيولة. تمام، بمعنى السعر جاي منين ورايح لوين. تمام، نحن تعلمنا في الدروس السابقة بعض البي دي ار ريز، وتعلمنا الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد ليكويديتي، وحكينا أن السعر دوما يتجه من باي سايد للسيل سايد، يتجه من باي سايد أو خلينا نحكي من سيولة خارجية إلى سيولة داخلية، ومن سيولة داخلية إلى سيولة خارجية. وحكينا غالبا ممكن تكون السيولة الداخلية هي بي دي ار اي، غالبا فير فاليو جاب، أو ممكن تكون شورت تيرم أو سيل سايد ليكويديتي. تمام، فهذا هو مفهوم الدرول ليكويديتي، السعر جاي منين ورايح لوين. أوكي، خلونا مثلا أنا عندي السعر، عم بحكي مثلا على الويكلي، السعر صعد بهذا الاتجاه، شايفه بولش. تمام، وبلش يتراجع. تمام، وصل ل بي دي ار اي هون بهاي المنطقة مثلا، فير فاليو جاب، ليكويديتي فويد، ايا كان، واعطاني رياكشن. تمام، مثلا اعطاني سويب، مثلا تنظيف هاي المنطقة بهذا الشكل، تنظيف الشمعة التي سبقت، اعطاني اي رياكشن هون بهاي المنطقة. تمام، في مناطق مثلا الديسكاونت، فانا يتبادر الى ذهني فورا ان السعر بده يرتد مباشره لا بي دي ار اي. تمام، ممكن السعر هدفه السعر الاساسي هون، ولكن ممكن السعر يوصل هون يرجع ينعكس. تمام، فنحن ما كثير بناخذ على الفتره الطويله، لا. شو اول شيء بيجي؟ طب ما انعكس السعر هون، لو بده يرجع بده يرجع لاول بي دي ار اي داخليه. تمام، سلام فير فاليو جاب هون، طيب وصل له، ما اعطاني رياكشن عليها، اغلق بهذا الشكل، اغلق في اعلى السي اي المنتصف، اتوقع السعر لسه خوش رح يدفع لفوق لا الاكسترنال ليكويديتي. تمام، خلينا نحط هون الباي سايد ليكويديتي، هون الاكسترنال، واتجه من انترنال لاكسترنال. هذا مبدا نفهمه في الدرو ليكويديتي. طبعا الدرو ليكويديتي ما يقتصر على فريم، تمام، يعني اللي على الخمس دقائق هو على المونثلي. تمام، السعر دوما يتحرك من سيوله لسيوله. ولو لاحظ شوي انه كثير ناس قاعده تشرح، مثلا اعطيكم على السيرفر بورد، مثلا كثير بتنشرح كثير، وانا اتقصدت ما اشرحها هلا. السيرفر بورد تحتاج درول ليكويديتي، يعني تشوف واحد بيقول لك مثلا حط لي خط هون، حط لي خط هون، باي سايد سيل سايد، سحبت صار شيفت، ادخل تجي بتدخل هون تجي بتبلع ستوب. ليش؟ لانه انت ما معك درون ليكويديتي. طيب لوين رايح السعر؟ طب انا بالسيلفر بوليت اعاده تسعير لحتى استمر في اتجاهي باتجاه الليكويديتي تبعي، باتجاه التارجت تبعي. تمام، اما لما يكون عندي درون ليكويديتي مثلا تحت هون، تلاقي السعر مثلا عم يدفع بوش هون، ما اخذ سيوله من هون مثلا، ولكن في فير فاليو قبل كذا، تلاقي السعر من هون عمل لك مباشره هيك وراح كمل نزول. انت لما تكون تعرف درون ليكويديتي ممكن تكون داخل من هون وعم تستهدف هون، غيرك ممكن قاعد عم بيستنى ياخذ هاي لياخذ صعود ويرجع ياكل ستوب. تمام، فهو هذا الاساس واللي تعتمد عليه، نعتمد عليه بالبايس باي شيء. تمام، رح احكي معكم اليوم ان شاء الله على فريمات شوي كبيره. تمام، رح اكون شوي بطيئين، وممكن نقسم اكثر من جزء لهذا الموضوع لانه شفت الكل بيشرحها بسرعه، فما لح افصلكم فيها كثير وخليها حبه. تمام، وناخذ امثله على تشارت. تمام، هنروح على اليورو دولار الويكلي نشوف السعر كيف عم يتحرك عنه. تمام، من وين جاي السعر ومن وين رايح. تمام، هون مثلا نحكي لهي الاسابيع اللي نحن فيها هون. تمام، طيب نشوف السعر قاعد بكسر لي هون، عم يكسر هون، عم يرجع بريميوم ديسكاونت. ركزوا لي هاي الشمعة، هي خصوصا. تمام،
هاد اوردر صحيح، كله اوردر. هاي هون باي سايد اكتيفيتي، يعني بتكون اياها هي باي سايد اكتيفيتي. السعر راح وصل الاوردر بلوك وسحب سيولت باي سايد اكتيفيتي، وعندي هيك زي تمام. بعد ما سحب اعطاني رياكشن قوي تمام. شوف السعر كيف، اول شيء هون كان بولش تمام، احنا هون بالنسبه بولش كان عندنا السعر ارتد من هاي المنطقه، من هاي الفير فاليو قبل صغيره، بلش يعطيني بوش لفوق تمام. فانا لسه هون عم توقع الصعود تمام، رغم اني انا داخل اوردر تمام. شوف السعر هون، هي الشمعه قويه جدا كثير، نظفت السيوله اللي موجوده هون. شوف اخذت هاي السيوله باي سايد هون، ونحن داخل منطق اساسا داخل اوردر تمام. خلينا ناخذ الشمع هاي تمام، طيب بوش لتحت تمام. مجرد ما صارت هاي الفكره، فانا رح اتوقع الويكلي بايس عندي هابط تمام. بس لوين؟ لوين بدي اروح الويكلي بايس؟ وين؟ شوف لي وين في عندك سيوله. وين عندي سيوله؟ عندي هاي السيوله، هي اول سيوله في وجهي، هي رايحه السعر تمام. فانا عارف انه هدفي متجه لهون، بس بمثل هاي الحاله ما في عندي فير فاليو، ما في كذا، اخذ بريميوم ديسكاونت، وخلي هدفك الاول يكون لمناطق الديسكاونت تمام. وانتبه للسعر، هو نازل شو عم يعمل؟ مثلا عم يعمل فير فاليو جاب تمام. انتبه، هل هي بريك اواي او فير فاليو جاب؟ هل السعر ممكن يرتد لها تمام؟ فانتبه لهذا الامر، ان السعر ليس بالضروره يضل كلها تخش لتحت تمام. ممكن يرجع يصحح هاي المنطقه وينزل، ولكن هدفه الاساسي عندي هون بهاي المنطقه اتوقعه انا. اوكي، لحتى يظهر لي العكس. مثلا هذا شوف هون اعتبر الريبالانس يعني نوعا ما ضعيفه، ولكن ممكن اعتبر هذا ريجكشن، ممكن يوصل لهي المنطقه ويعطيني بوش لفوق تمام. فممكن يعكس السعر، ولكن انا بالنسبه لي من صارت هاي الشمعه يبلش خلاص، انا اسبوعي القادم هبوطي تمام، راح يبلش هبوط، راح استهدف هاي المنطقه تمام. فبنزل على الديلي بعد ما اخذت نظره من الاسبوع تمام. السعر طبعا هي يوم الاثنين تمام، الديلي بايس يتوافق معي تمام، فهبط السعر، هبط بقوه، رجع هبط هون، عمل لي سويب لهي الشمعة تمام. طب ما انت قلت لي اتجاه هابط على اسبوعي، اوكي بس عمل لي سويب. ليش عمل سويب؟ لايم لي هي اول منطقة عندي اياها، هي الفير فاليو جاب، ومعي هي. نحن حكينا في درس الفير فاليو جاب عن تواجد اكثر من فير فاليو جاب، سواء دمجهم كلياتهم سوا يعتبر ليكويديتي فويد تمام. خذ المنتصف تبعه تمام كمستوى، شوف السعر وقت عمل بوش لفوق، رجع للسي اي للليكويديتي فويد عندي هنا او الفير فاليو جاب هون، وعمل لها سويب، فهي مستوى سيوله تمام. ثم بلشنا بقى نرجع ننزل. طيب بعد ما سحب هون السيوله، وين مستهدف انا؟ اي اول هدف عندي تمام، راح السعر له. طيب اغلق اسفل هون، شوف السعر شو عمل لي تفاعلات هون، شو عمل لي هون، شو سحب سيوله من هاي المنطقه تمام. هل السعر خلف لي شيء؟ نعم، في اوردر بلوك عندي هون، ممكن السعر هاي. ليه بتشوفوا احيانا تعود الاي سي تي كثير خطوط بسيطه، خطوط بسيطه تمام، مشان تفهموها انتم بس. مثلا هذا اوردر، صعد السعر، انا لساته هابط تمام. شو عمل؟ عمل سويب لمستوى الاوردر تمام، فانا اتوقع انه لسه ممكن يهبط، عمل سويب لمستوى السيوله. طيب هدفي وين؟ هدفي على الاقل كانت هي الشمعه. اغلق هون اسفلها كمان، اتوقع الدفع على تحت لوين؟ لعند هي الشمعة على الاقل تمام. شوف السعر هون بلش يعمل لي رياكشن تمام، بلش يعمل لي نوعا ما تراجع من هي المنطقة تمام، لانه هو هذا الاوردر جالس يحترمه تمام، جالس يحترم هي المنطقة، بلش يعمل لي تجميع تمام. خلينا نزيد كل هدول، لا اقول لكم شو الفكرة هون صارت. حكينا هدفي الأساسي اللي بدي أروح عليه أنا بالنسبة لي هون،
تمام، ولكن قاعد بلش يجمع اسرهم، بلش يعمل شو قاعد يعمل؟ قاعد يشكل سيولة هون، يشكل سيولة هون. جمعت لك الكلاسيكي بيعرفوا هالامور، قاعد يشكل سيولة، قاعد ياخذ اما هيصعد بهذا الشكل يسحب سيولة هون لهذا الاوردر ثم ينزل، او ممكن عادي من هون ينزل في قوة يرجع يسحب. تمام، هون اعتمادنا نحن مع الويكلي بايس معي هابط، لما اشوف الديلي بايس معي هابط ف عندي قوة جدا انه انا فيني اخذ فيها بشكل جميل للاسفل اكثر. تمام، فنشوف هون تبلش معنا نزول نزول نزول. هون السعر عندي عمل لي سويب لهي المنطقة، تمام، لهذا منتصف الاوردر هاد، وقعت عندي شوية بولش، تمام، رجع السعر اعطاني شمع بولش، تمام، هون بهذا الشكل توقعت اخذها، رجع السعر هون اعطاني بولش، تمام، اعطاني بولش، توقعت اخذ هاي السمعة الشمعة فشلت معي ورجعت داخلية، تمام، داخلية وكونتني هون ري بالانس، عفوا، توقعت رجوع السعر لإلها هون، توقعت بيرش على الأقل لإلها، فأنا رجعت كملت لهون بهذا الشكل وعملت لي سويب لهي المنطقة، تمام، لسوينج بوينت. نحن حكينا سابقا باحتمالاتنا مع الديلي بايس السوينج بوينت هي سيولة، صحيح؟ هي سوينج بوينت شورت تيرم، تمام؟ سحب السعر، فأنا أتوقع هلا بوش لفوق، تمام؟ ففعلا صار بوش عندي لفوق لهون وصار سحب سيولة، توقعت الشمعة التالية ممكن تنزل تاخذ هاي الشمعة على الأقل، تمام؟ ولكن اجت داخلية، تمام؟ ولكن أنا أخذت فيها هبوط صراحة، يعني اعتبرت هاي الشمعة هبوطية. أتوقع اليوم القادم إن شاء الله، تمام، نشوف ممكن نرجع ناخذ هاي، تمام؟ بهذا الشكل، لأنه نحن لساتنا ضمن أوردر، تمام؟ ولما تنزل على الساعة كذلك الأمر بدك تلاحظ أنت السعر وين عم يمشي، تمام؟ يعني مثلا لما أنا مثلا عندي هذا هون، أنا هذا بالنسبة لي اليوم أنا بدي أخذه هبوط، أنا بس ارتكازي عليه لهذا اليوم، تمام؟ فأنا كان ارتكازي على هذا الريجكشن. نحن لما ندمج المفاهيم مع بعضها للسيت أبس بنلاقي السعر يتماشى معنا بشكل جميل جدا، تمام؟ فأنا صار عندي بيرش، تمام، أنا بدي أخذ بيع، طب ماشي ممكن ما يجيب لي هدف كامل ولكن يعطيني بوزيشن، يعطيني اوردر، تمام، كان عندي السيولة وكان عندي آسيا، تمام، عندي ريجكشن بلوك كله متداخل معه، عندي ريجكشن بلوك هون، فلما وصل السعر منتصف الريجكشن هذا هو شو عمل السعر؟ حتى لو كان متأخر شوية، تمام، شوفوا النزول اللي صار من هون جدا قوي، تمام، فانت لازم تنظر من الويكلي، ما بدي اقول لك من مانسلي يعني انت دايلي تريدر، تمام، ولكن الفكره مثلا لما نكون عم نشتغل على فيلم صغير، تمام، لما تكون انت فهمان الباور اوف 3 وهي الامور وكذا، طيب من السعر هون شفته السعر خش اخذ هاي اسيا، تمام، هاي خصوصا مشان جماعه السيلف كول، تمام، خلونا نحكي الساعة 3، تمام، أخذ هاي آسيا لوين نازل؟ نازل على الأقل ناخذ ميد نايت أو لتحت الميد نايت، مو شرط هو آسيا، على الأقل منتصف الجلسة، تمام؟ طب السؤال هون هيجي واحد ذكي شوي يقول لك هي سيل سايد ليكويديتي، تمام، يقول لك هي سيل سايد ليكويديتي، أعطاني بوش لفوق، ثاني مارك ستراكشر شيفت، دخلت من هون وابلع ستوب. طب ليش بلعت ستوب؟ ما كل شيء، لا يا حبيبي ما عندك درو ليكويديتي. طب السعر اخذ هاي اسيا بيرش اليوم بيرش، طب ما السعر اوتوماتيكلي بعد ما اخذها استقر على بي دي ار اي معينه بهي المنطقه، اجباري لازم استقر على بي دي ار اي بلش ينزل، فانت الباي سايد عندك هون، مش بدي في هون. طب بعد ما اخذها هون شوف السعر شو عمل، اعمل لي مارك ستراكشر شيفت، خلف لي فير فاليو جاب صغيره هون بهذا الشكل، خلص
شايف كيف؟ افهم السعر بس من وين رايح لوين جاي. ومبدئيا في اذا استخدم درو ليكويديتي في شغله، حاول شوي خليك في نيويورك، تمام؟ لان نيويورك غالبا اذا كانت اعلى قمه او ادنى قاع في اليوم فغالبا بصير انعكاس فيها، خصوصا باللاندنج كلوز، تمام؟ ما بعد نيويورك، تمام؟ فشوف هون مثلا هاي الساعه 9 ونص بعد افتتاح السوق. طب السعر، شوف السعر هذا بوش بوش بوش، تمام؟ اخذ عم ياخذ سيوله، اخذ سيوله، اخذ سيوله، تمام؟ احنا اخذين في باور اوف 3 ممكن يصير انعكاس. طيب خلينا نرجع على فريم اكبر شوي، 15 ساعه فريمات، تمام؟ شوف لي السعر هون، شوف هون، تمام؟ هون بل هون 9 ونص مع افتتاح السوق. طيب شوف لي السعر وين، تمام؟ السعر وين؟ السعر عند اوردر، السعر عند اوردر، هذا في ريجكشن، في اوردر بلوك هون، بريكر، تمام؟ السعر عنده. طب ما السعر قاعد عم ياخذ، اخذ سيوله من هون، تمام؟ طب لوين بده يروح السعر؟ وين في عندي اهداف انا اللي يروح للسعر؟ اوكي ممتاز، عندي هي، عندي هي فير فاليو جاب ممكن يسكر السعر، تمام؟ يعني ممكن هاي المنطقه حتى بروجكشن، اي شيء بيجذب السعر، وغالبا اللي بيجذب السعر الفير فاليو جاب اكثر شيء ركز عليه، فالسعر غالبا رح ينزل اقل شيء لمنتصف الفير فاليو جاب. فلو نرجع عندي اياه هون، خلينا نرجع هون، شاف فير فاليو جاب ليك السعر بده ينجذب له، لو وصل لبيديار ري وصل لمنطقة معينة. طيب هون الساعة صارت 9 ونص، تمام؟ هي مارك ستراكشر شيفت، هي فير فاليو جاب، هي ستوب بهون، خلي عندك هدفك الأول هون. أنت على الساعة بتفكر منطقة صغيرة بس هي بتعطيك مجال كبير، تمام؟ هدفك الأول هون، هدفك الثاني خليه مثلا إغلاقها، فكرة كيف؟ هي مبدا الهيدروليكويتي. بعرف انه شوي رح تعقد الامور بس جد حاولت بسط كثير، ولسه في دروس قادمه للهيدروليكويتي ان شاء الله. تمام يا اخوان، كان معكم احمد والسلام.